السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج فقه الثورة الهجرة الى اوروبا حديث الساعة كم يهاجر الان من شبابنا الى اوروبا وينتظر هناك ان يضم اليه اهله هذا الموضوع يحتل حاليا على وسائل التواصل الاجتماعي المرتبة الاولى للحديث حول هذا الموضوع وعن حكم الهجرة الى اوروبا وعن تأثيرها وعن خطرها وعن تأثيرها على ثورتنا خصوصا في هذه الأيام يسرنا أن نستضيف فضيلة الدكتور عبد المنعم زين الدين عضو المجلس الإسلامي السوري، مرحبا بكم فضيلة الدكتور أهلا وسهلا بكم أخي الكريم دكتور عبد المنعم لو بدأنا برأيكم بظاهرة هذه الهجرة إلى أوروبا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقائدنا محمد رسول الله وبعد أخي الكريم لا شك أن الثورة السورية قد طال عمرها ونتيجة التآمر على هذه الثورة من القريب والبعيد حصل لدى الشباب بشكل خاص ولدى المجتمع السوري المظلوم بشكل عام بعض أو كثير من الهم تجاه ما حصل بعضهم ثبت وصبر والبعض الآخر لم يستطع ذلك فهاجر خارج البلاد بدأت هذه الهجرة في البداية إلى المخيمات وبأعداد أخذت طابع القلة ثم تكاثرت، الآن وبعد استقرار مضى على الثورة السورية فترة من الزمن من ناحية الهجرة، بدأت الآن هجرة أيضا بشكل كثيف باتجاه بلاد أوروبا، لا يمكن لنا يعني أن نرى هذه الظاهرة إلا من أوجه عدة، ولا يمكن لنا أن نذكر هذه الظاهره في اطار الحكم الشرعي العام بشكل عام، الهجره بشكل عام دون النظر الى حيثيات الهجره وتاثيرها على الساحه السوريه بشكل خاص. نعم. دكتور يعني اليس هذا يعني يعتبر تولي عن الزحف؟ بالنسبه للجهاد في سوريا انا ارى انه يندرج ضمن دفع الصائل وبالتالي تحدث العلماء عن هذا النوع من احكام الجهاد اذا دخل العدو الى بلاد المسلمين الى بلد اسلامي وجب على كل اهل تلك البلد القيام بدفعه وقالوا يخرج الابن دون اذن ابيه والمراه دون اذن زوجها وغير ذلك فالان الجهاد على كل من يستطيع حمل السلاح هو واجب من اهل سوريا لانه لم يندفع الصائل حتى إذا لم يندفع يبدأ التوسع الرقعة لكن نحن نتحدث عن سوريا بحد ذاتها أربع سنوات وخمس سنوات ونحن لازلنا في دفع الصائل وبالتالي من يترك هذه المهمة ويذهب بعيدا لا يبالي بما يحدث لأهله لأعراض المسلمين لمساجدهم لمدنهم التي تحتاج لصد الميليشيات الطائفية الأسدية وغيرها عن بلاد المسلمين ارى انه يندرج نعم في اطار الفرار من الزحف نعم يعني من يعني من المفارقات ان الشباب بعض الشباب من غير السوريين يهاجر وياتي الى سوريا ليدافع عنها وشبابها يعني ينطلقون الى اوروبا بهجره عكسيه ليس هذا للاسف غريباً يعني مطلوب منا نحن ان نستذكر بلاد الشام وفضلها كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كي نزداد يقينا بوجوب الثبات فيها وانها ارض مباركه فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما سلام. تحدث انه سيكون هناك اجناد في العراق واجناد في اليمن واجناد في الشام نصح صحابته ان يذهبوا الى الشام لانها صفوه البلاد الى الله سبحانه وتعالى ويصطفي اليها خيره عباده وبالتالي علينا ان نتمسك بهذه البلاد هي ارض رباط اكرمنا الله سبحانه وتعالى بان فتح لنا باب الجهاد فيها فلماذا نولي الادبار ونبتعد عن هذا الواجب ولولا فضل الله سبحانه وتعالى ولولا كرم الله سبحانه وتعالى لما يسر لنا هذا الجهاد، نحن لم نتمنى لقاء العدو ولم نسعى لاستجراره الينا لكن هذه الثوره حقيقه كما قلت هي لم تخرج عن دفع الصائل الذي هو من باشر بالعدوان والاعتداء ولا زال للان يعتدي على المسلمين وعلى دمائهم وعلى اعراضهم، ها هي سجونه ومعتقلاته تضم الالاف من اخواتنا الحرائر وها هي طائراته وبراميله تسقط ليل نهار وها هي ميليشياته وجنوده يقتحمون القرى وينكلون بالاهالي ويستخدمونهم دروعا مدنيه وينكلون بالاعراض وبالمساجد ويستهزئون بالدين. من شتى انواع الجرائم مما يفرض على الشباب ان يتمسكوا بدينهم وبارضهم. نعم. ما حكم الهجره عموما والهجره الان من سوريا خصوصا؟ بشكل عام الهجره العلماء قالوا يجوز لمن خاف على دينه وماله وعرضه ان يهاجر من بلاد لا يستطيع فيها الامان او لا يرى فيها الامان على دينه وماله وعرضه الى بلاد اخرى. نعم. سواء كانت وهنا يبدأ بالتقديم البلاد الإسلامية نعم. فإن لم يجد يجوز له للمضطر أن يذهب إلى بلاد غير الإسلام إذا لم يأمن على دينه وعرضه وماله بشرط أن يكون هناك أن يستطيع أن يمارس الشعائر الإسلامية وأن يمارس أحكام دينه في البلاد التي هاجر إليها ولا يجوز أن يهاجر إلى بلاد لا يستطيع فيها إقامة شعائر الدين أو يخشى فيها على نفسه من الفتن في الشهوات وفي الشبهات، لأن الله سبحانه وتعالى أنكر على الذين هم موجودون من المسلمين في بلاد الكفار، ولا يستطيعون أداء شعائر دينهم أن أنهم لم يهاجروا إلى بلاد أخرى، قال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ No. آه نعم، إذا كان واجب على أولئك الذين هم في بلاد آه غير الإسلام أن يهاجروا إلى بلاد المسلمين كي يمارسوا شعائر دينهم فما بالك بمن يذهب هو إلى تلك الأماكن بعد ان يكون في بلاد اسلاميه يذهب الى بلاد غير اسلاميه، هنا تحدث ابن كثير والنووي ان الذي يقيم بين اظهر الكفار ولا يستطيع ممارسه شعائر دينه او الجهر بها او غير ذلك فهو اثم واقامته محرمه على تلك الحاله. بناء على هذا الكلام دكتور هجره اخواننا من سوريا يقولون لسنا امنين على انفسنا ولا على ديننا احيانا ولا على اعراضنا. ونذهب الى اوروبا وأوروبا يسمح لنا بممارسه شعائرنا علانيه جهارا ويمكن نعم. ان يستاجروا مساجد او حتى يبنوا مساجد هنا ننتقل من الحكم العام الى الحكم الخاص الذي الان ينطبق على اهل سوريا وشبابها لدينا مخاطر عده تكتنف هذه الرحله وهذا الهروب وهذا اللجوء مما يستدعي ان نعيد النظر في هذا الاطلاق العام لحكم الهجره نعم. فعندما نقول الان من الاضرار والاخطار التي يتعرض لها الشباب والذين يهاجرون اولا الخوف من الخطر على الطريق فكم وكم سمعنا من غرق ومن اختناق ومن حالات اذى تعرض لها المهاجرون مما يعني ان درجه الخطر هي ايضا تساوي او قريبه من الخطر الموجود في سوريا من حيث عدم الامان على النفس او على العرض وغير ذلك والمال. ايضا موضوع ما يتعرض له اولئك من تزوير واحتيال وتلاعب على اموالهم ويحصل انهم يقدمون مبالغ كبيره من المال كي يصلوا الى تلك البلدان وبالتالي هذا يدحض الحجه بان ليس لديهم وسيله رزق في الداخل فهم هاجروا كي ياكلوا ويشربوا لانهم فقراء لا هذه الاموال التي تدفع لو انها جمعت لكفت صاحبها ماونه ان يكون له مشروع خاص في الداخل ولو على مستوى صغير <applause> ثم بعد ذلك إفراغ سورية من شبابها ومن كفاءاتها نحن نتحدث عن بلاد بحاجة إلى طاقات كبيرة كي تدفع هذا المحتل الغاشم الغاصب المعتدي الصائل نحتاج إلى الأطباء نحتاج إلى الكفاءات إلى المقاتلين إلى الخبرات مشاف باكملها لا يوجد فيها الا طبيب عظميه واحد او طبيب جراح واحد في عده بلاد متجاوره، فبالتالي نحن نعيش حاله نقص وفقد لهذه هذا السوري نعم، وبالتالي هذا على مسؤوليه من هذا عندما يعني يكون هناك تقصير في حق الدماء الموجوده في الداخل، في حق الاعراض الموجوده في الداخل، يذهب تذهب هذه الكفاءات وتذهب الطاقات. ايضا ما يتعرض له الشعب السوري بشكل عام من مؤامره لتفريغ اهل السنه تفريغه تفريغ سوريا من اهل السنه وتوطين المجوس حصل ذلك الان يحصل في الزبداني يحصل في اماكن اخرى تتم مفاوضات على ادخال المجوس من إيران ومن غيرها كي يستوطنوا بديلا مفاوضات من قبل النظام لل من قبل إيران من قبل إيران من تفاوض إيران من تفاوض من هناك مفاوضات يعني سمع بها الجميع تفاوض حركة أحرار الشام الذين لهم يعني تمثيل عسكري في الزبداني الآن إيران تفاوضهم على أن تنقل المقاتلين السنة وشعب الزبداني السنة إلى خارجها كي تأتي بميليشياتها وطائفي الطائفية وتسكنهم وتوطنهم سواء من كفريا والفوع أو من خارج سوريا كي تغير الديمغرافيا السورية وتصبح وبالتالي نحن هنا نتحدث إذا كان الشباب يحققون لها هذه الرغبة من تلقاء انفسهم هنا الخطوره عندما يذهبون ويفرغون سوريا من اهل السنه لذلك اقول كل هذه المعطيات اضافه الى امور اخرى ايضا تترتب على الهجره الى تلك الاماكن نحن نتحدث عندما يذهب الانسان الى اماكن اوروبا معروف أن هناك قوانين لتلك البلاد وهي وإن سمحت لبعض المسلمين بممارسة بعض شعائرهم إلا أن الغالب أنها تضيق على كثير من أحكام الإسلام معروف البلاد التي تمنع النقاب وتفرض عليه ضريبة بلدان تمنع الأذان وبلدان إن لم نقل تمنع تعال بنا إلى الطرف المقابل ماذا تسمح تسمح بالشذوذ الجنسية علنا تسمح بالعلاقات خارج اطار الزواج والمصاحبه تسمح بالخمور تسمح بالعري تسمح بكل ذلك امام الصغير والكبير وبالتالي نحن نفسد ابنائنا نفسد شبابنا نفسد الذين في كثير من الاحيان لا لا يكونوا قد تزودوا بزاد حقيقي الذي يمكن ان يعني ربما لو قال انسان هم خرجوا يدعون اهل تلك المناطق هذا ينطبق على داعيه خرج, خرج في حاله استقرار وفي حاله سلم وأمان ذهب يدعو أهله وقد تسلح بالعلم وكان مثالا حقيقيا الواقع أننا نرى العكس نرى كثير من الشباب الآن يلتقط صور تذكارية حول الأماكن الفسق وفي أما وقد كشف عورته وقد يعني يحصل العكس هم من يؤثرون على شبابنا وليس العكس كل هذه المعطيات يعني هو تجعلنا أخطر شيء في هذا الموضوع تعليم الاولاد اظن يعني نعم. تعليم الاولاد هذا الامر في المدرسه حدث و... يعني حدثت قصه مع احد الذين هاجروا الى هناك جاء ابنه ابنه عاد من المدرسه وقال لابيه يخبره عن علاقه الشذوذ الجنسي على انها امر طبيعي فانزعج الاب وذهب الى المدرسه واستنكر عليهم هذا الامر فاجابوه نحن نوويكم ونرعاكم ونستقبلكم في بلادنا كي تلتزموا بعاداتنا واعرافنا وتقاليدنا ليس ان تفرضوا علينا شيئا جديدا وبالتالي هم يخيروك إما هذا وإما أن ليس لك إقامة وبالتالي حتى الإبن بعد فترة يستطيع أن يقيم دعوة على أبيه وأن يأتي بالشرطة إلى أهله وحتى الفتاة التي تصاحب في سن معين ليس لأبيها أن يمنعها تأتي بصاحبها إلى المنزل والقوامة ليست موجودة لرجل وليس في بلدان كثيرة تمنع أمور شرعية من الزواج الثاني وغيرها فبالتالي نحن الآن نتحدث عن تغيير حقيقي في تربية الأبناء إضافة إلى هناك فتنة تحدث عندما يرى الانسان مظاهر الحضاره المدنيه الزائفه عند اولئك من التكنولوجيا والتطور والعماره وغيرها ينبهر وبالتالي يتناسى ويتغافل عن الجانب الاخلاقي الذي هو في انحطاط وينبهر بتلك الحضاره الزائفه ويصبح مفتون بهؤلاء بعد فتره ترى انه قد رضي عن سلوكهم ورضي عن كفرهم واصبح في حاله ولاء لهم واصبح في حاله رضا مما يعكس ان هذا الشاب كم وكم يحتاج الى جهود اذا عاد لبلاده حتى نقنعه بما بينه وبين اولئك من فارق اخلاقي وديني. جزاكم الله خيرا اسمحوا لنا بفاصل ثم نستكمل الحوار. اعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا. اعزائي المشاهدين اهلا وسهلا بكم نعود ونستكمل حوارنا مع الدكتور عبد المنعم زين الدين في موضوع الهجره الى اوروبا دكتور المنعم قبل الفاصل كنا نتكلم عن يعني المخاطر التي يواجهها الشباب عندما يهاجرون الى اوروبا حبذا ان نستكمل هذا الموضوع لانه مهم جدا يعني ليس اخر الاخطار هو ما يتعرض له الشاب هناك كما قلنا من مغريات ومن افتتان في دينه حتى المتزوج وغير المتزوج، يعني انا اقول قد يمكن ان ينجح هناك بعض تنجح بعض الاسر في المحافظه على دينها، لكن الغالب في تلك الاماكن ان هناك ما يزرع ويخطط لهذه الاسر، هناك م. ما يعني جمعيات وهيئات تعمل على تنصير هؤلاء، هناك ما يمكن ان يزرع فيه الافكار الالحاديه والافكار يعني البعيده تماما عن عن الاسلام لذلك نرى ان يعني المخاطر لو قيست بالفوائد التي هي قليل من الفوائد الماديه وبعض الامان النسبي تجعلنا نحكم بان المخاطر والسلبيات الموجوده هناك اكبر بكثير مما يتحقق من منفعه وبالتالي الحكم يكون بمنع الهجره الى تلك الاماكن لكل ما سردناه من اسباب ومن مخاطر. يا دكتور ممكن البعض يقول نحن نذهب الى هناك ونكون يعني مثل لوبي ضغط اسلامي هناك ونؤثر على القرار السياسي كنسبه انتخابات ممكن ان يؤثروا فيها، ممكن ان ينشروا الاسلام هناك، ان يوجدوا جاليه اسلاميه كبيره. ماذا تقولون لهؤلاء؟ طبعا هذا الكلام كما قلت ينطبق في الحاله العاديه المستقره. لابد ان ينفر البعض الى تلك الاماكن للدعوه ول يعني جذب أقوامها ليس على سبيل الإقامة الدائمة حتى الذين يذهبون في تلك الأماكن ينبغي أن ينوي العودة فور زوال الضرورة والخطر أما الذهاب لفضول التكسب والترفه والتجارة فهذا كله لا يجوز فلحقيقة عندما يقول هؤلاء نحن نذهب لأجل هذه الأغراض تعال بنا نفكر في الذين هم هناك أصلاً قام البعض منهم ببعض الدو... آه هذا الدور لكن الكثير منهم لم يفعل يعني اذا اخذنا قطاع الاطباء كم وكم يوجد في الاطباء منهم خارج سوريا في تلك الدول عندما حصلت الحاجه الماسه اليهم والمناشدات في الداخل لم نرى ان هناك من ياتي من اولئك الاطباء الى الداخل السوري على العكس وجدنا من يخرج من الداخل الى هناك اين التاثير اين الان حتى المظاهرات التي كانت تتم والاحتجاجات لم تعطي اثر ولم تعطي فاعليه بل انعدمت الان وبالتالي نحن بحاجه الى الطاقات في الداخل الداخل يعني يفتقد الى تلك الطاقات والخطر الموجود في الداخل هو خطر نفسه موجود في الطريق الذي يكون الى تلك البلاد وهو خطر اقول بنسب متفاوتة يعني, يعني الخطر الذي يتعرض له الناس في الداخل السوري هو نفس الخطر الذي يتعرضون اليه اثناء الذهاب هناك في نعم البحر نحن نعم نتحدث عن هجره غير شرعيه ليست الامور مضمونه كما رايت موت الالاف هؤلاء في حكم يعني كيف يموتون بهذه الطريقه لان يموت الانسان في بيته وفي بلاده مجاهدا مهاجرا مرابطا افضل من ان يموت في البحار وان بعض الدول تواجه الزوارق القادمه باطلاق النار عليها واغراقها بعض الدول بالعصي بعض الدول بدأت تشترط عدم دخول المسلمين دون غيرهم يعني هذا الإذلال النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا أنه لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه يعرضها ما لا تطيق لكن دكتور المشكلة أن هناك مغريات يعني هناك رواتب كما يقال باليورو أو بالدولار يعطونه للشباب يعطونهم بيتًا يضمون أهله إليه ينفقون يعطون راتب لكل شخص فكل هذه المغريات في ظل يعني إدام أفق بالنسبة لهم يائسون يعني كيف يقاوم الشاب هذه نعم. المغريات؟ يعني هذا الأمر هو ما يدفع ينبغي أن يدفعنا لأن نفكر لماذا يتم ذلك؟ يعني هذه الدول إذا أرادت مساعدة الشعب السوري فواضح كيف يمكن أن تساعد الشعب السوري ولأن تستقبل وتستضاف العصابه الاسديه المجرمه في تلك الدول هذا يمنع كل هجره الملايين من شعبنا فالذين هم يريدون حقيقه دعم الشعب وتخفيف معاناته من تلك الدول معروف كيف يمكن ان يخففوا سي... فالان تقديم هذه التسهيلات نعم. ينبغي ان نفكر ان حقيقه يعني ان هناك وراءه ما وراءه لماذا يعني ف... نحن دائما نفكر بالمؤامره هم عندهم في حقوق الانسان يؤمنون بحقوق الانسان ومنها حق اللجوء بما ان تلك الدولة فيها حروب فيها يعني تعرض لخطر الحياة متى ثبت هذا عندهم يحق له ان يلجا؟ اخي الكريم هو من يحترم حقوق الانسان بشكل عام ولديه حفاظ على حقوق الانسان ينبغي ان تكون هذه الحقوق غير مقيدة بالحدود، فأنا حريص على حياة الانسانية والبشرية في أي موقع استطيع أن أؤثر فيه، وليس المقصود هو تجارة ومزاوده وحتى نسجل ارقام في منظمات حقوق الانسان اننا في بلادنا نحميهم قادرون صحيح. على ان يؤثروا في تلك البلدان فيتحملوا نفس المسؤوليه مم. ولذلك هذه يعني الشعارات البراقه الخلبية هي شعارات كاذبه وكما قلت لك هناك بعض الدول منعت قدوم المسلمين ومعروف انه لا يجوز في عرف الدول واللجوء ان تميز على اساس نعم. ديني وقد صحيح. قامت تلك الدول لم تستطع تحمل ما في قلب يعني عندها عندها من غضب وتحيز وعنصريه تجاه المسلمين نعم. فصرحت صحيح. بذلك. الان سالتني كيف يمكن للشاب ان يقاوم تلك المغريات وان يمتنع عن الهجره امام كل تلك الرغبات؟ اقول لا يمكن الا بالوازع الديني والاخلاقي والضمير. يعني نحن نتحدث اننا شعب مسلم بفطرته الذي يذهب الآن ويقول ضاق الأفق وليس هناك انفراج يعني هو حقيقة هل يسلم بأنه قد خسر المعركة فيسلم أهله وإخوانه لمصيرهم ويذهب هل إذا نجا بنفسه ارتفعت عنه المسؤولية الحمل إذا توزع على الجميع هان الأمر وعجلنا بالحسم أما إذا كل الطبيب قال انا لا علاقه لي والذي سيدرس قال انا اريد ان ادرس والتاجر يريد ان يتاجر وغير ذلك وجدنا على من سيقع الحمل في النهايه نعم. ذلك الوازع الديني والاخلاقي ينبغي ان يكون والله. هو المؤثر وكل ما ينبغي ان يفكر فيه الانسان من جمع متاع ومن جمع مال ومن بناء سعاده هناك هو حقيقه امر زائل وزائف ولو اننا حقيقه كنا يعني كشعب نريد ذلك لما قمنا بالثوره كانت الناس تعيش في أمن صحيح. وتعيش في طعام وشراب وتأكل لكن كان هناك انتقاص في الكرامة في الحقوق المعنوية في التربية الدينية في توجيه حركة المجتمع بشكل عام نحو الإفساد والضلال مما أثار الناس وجعلهم يقومون بهذه الثورة وليست ثورة جياع أو ثورة عطاش وبالتالي نحن الآن يعني نريد أن نزرع في شبابنا هذه الثقافة ثقافة الأخلاق والدين التي ينبغي أن يقدمونا كما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الحصار والتعب والنصب والنفس والروح مقابل أن عندما خير النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته إن كنت تريد المال أعطيناك وإن كنت تريد الزوجة زوجناك أجمل بناتي وإن كنت تريد الملك فقال لا في المحصلة لو وضعوا الشمس في يمين والقمر فيها على أن ترك هذا الأمر ما تركه ونحن لدينا قضية هل من اجل الاموال نتركها؟ هل من اجل اذا كنا الى هذه الدرجه نباع ونشترى بالاموال فنحن لا قيمه لثورتنا، حتى في الثوره ممكن ان يشتري النظام هذه الانفس الرخيصه ويقول صح. يعطيها اموال لكي تعود كما تسمعون عباره حضن الوطن وغيرها. نعم نعم، دكتور هل انعدم فعلا الامن في الداخل، هل انعدم نهائيا حتى يعني يصبح الموضوع ملجئ ويصبح كالمضطر الذي يذهب؟ هو حقيقة اخي الخطر الذي يعيشه اهل سوريا لن نقلل منه فهو خطر عظيم وما يتعرض له الشعب من اباده ومن قتل ومن خطر هو خطر عظيم لكن في المحصله من يريد ان يعني يتشبث بارضه وياخذ بأث باسباب الثبات يجد انها موجوده فكما تعلم هناك اماكن اقل خطرا من الاماكن الاخرى هناك اماكن جبهات ساخنه وهناك اماكن حدوديه الصراع فيها قليل والقصف فيها اقل وبعض القرى لا يأتيها القصف في الأشهر وهذا خطر, خطر احتمالي يتعرض له أي إنسان وبالتالي الآن من أراد حقيقة أن ينجو بنفسه بأهله بأسرته الشيخ الكبير المرأة العاجز غير الشباب الذين لا يعني قادرين على حمل السلاح يمكنهم أن يلجأوا إلى تلك الأماكن فليس العدم بالمطلق هو انعدام نسبي للامان وحتى هم من هم في حاله انعدام مطلق المحاصرين هم لا يستطيعون الخروج اصلا كما في الغوطه وفي داريا وفي غيرها لا يستطيعون الخروج اصلا الى اوروبا من يذهب الان من يذهب الذين يعني نراهم الان يذهبون كثير منهم كان يعيش حاله امان في المخيمات أو في بلاد مجاورة كتركيا وغيرها هم الذين يهاجرون إلى أوروبا وعلى العكس يعني الآن تصنع مفارقة على أن الذين يهاجرون هم نفسهم الذين خرجوا من تحت البراميل والقصف والحصار إلى تل لا ليس ليس هذا بصحيح الذين نراهم يهاجرون أكثرهم الحالة الغالبة من الذين توافر لهم طعام وسكن وليس بالشكل المطلوب لكنه يستر ويغني من يريد الستر والكفاية والبعض كان يعمل في دول ثريه ترك تلك ويريد ان يذهب الى هناك من اجل اللجوء وان ياخذ راتب من غير عمل لا شك ان هذه الاموال التي سيجنيها ستعود عليه بالوبال ولا شك ان ما جمعه لن يفوق ما جمعه قارون اذا كان هذا الجمع على حساب دماء الشعب السوري وهذه الانانيه الموجوده انا كشاب قادر على ان احمي اهلي وعرضي ومالي واخواني ثم أترك وأتخلى، يعني ما هي قيمة الشاب مفتول العضلات والذي يذهب ثم يبدأ باستعراض نفسه هنا وهناك وهو يعلم أن جاره وقريبه جرح بالأمس وقاتل هنا وقاتل، ما الذي يختلف هذا عن ذاك؟ طبعاً أنا أعرف أن بعض الشباب سيحتج يقول الفصائل متفرقة وبينهم سارقون وحواجز وفي فس ويوجد فساد وهناك سرقة، أقول له أنت مسؤ كثيرا. أنت مسؤول عن نفسك أن تصلح إذا فسد الآخرون، أما أنت الآن أن تقول إذا كان الشريف هو من سيهاجر بالتأكيد ستجد هؤلاء انت ينبغي ان تاخذ زمام المبادره ما الذي يمنعك صحيح. انت الذي تدعي الاخلاق والشرف وانك منزعج من الاخرين ان تاخذ زمام المبادره يعني تعدد الفصائل وتواجدها على مختلف الساحه السوريه يترك لك مجال في اي مكان كن انت في النهايه انت يوم القيامه ستحاسب عن نفسك وليس عن الاخرين صحيح صحيح وبخاصه ان يعني البعض ياتي من دول اخرى يريد ان يؤازر اهل الشام وشباب اهل الشام يخرجون منه. هذا معيب هذا معيب في حقنا نحن يعني اهالي ينبغي ان يفكر كل شاب ان اخوانه من المحافظات الاخرى هم عرضه وهم اهله ولا يكتفي بان يقول ان يطبق الامر على اسرته الضيقه للاسف انا وجدت شباب يهاجر الشاب ويترك اباه وامه ويترك اخته ويترك من تريد أن يدافع عن أختك أنت إلى الذي ذهبت وتعلم أن هذه المنطقة في أي لحظة معرضة وأنت تقول وتعترف أن الأفق مسدود وقد يكون هناك تغيير موزين لمن تركت هذه المهمة؟ سؤال في دقيقة واحدة بقي معنا من أسف دقيقة واحدة هل الهجرة إلى دول الجوار أقل خطرا من حيث ترك الساحة بالهجرة إلى أوروبا؟ بلا شك أن دول الجوار هي عاداتها وتقاليدها يعني اقرب الى الشعب السوري وتقاليده واقرب الى البيئه الاسلاميه من تلك البلدان فان اردنا اهون الضررين طبعا هو اهون وبالتالي الذين ذهبوا إلى الأماكن المجاورة وبنيتهم أن يعودوا في أي لحظة يتوافر لهم عمل أو يقوموا بنشاطات تساعد الثورة يعني بعض موجودين في الدول الجوار يعملون في الطبابة إسعاف الجرحى معالجتهم تأمين الإغاثة لهم كذا هذا يعني أفضل بكثير من الذي ترك وهاجر إلى أوروبا بل هو يدخل في الجهاد لكن الذي يعني يبتعد ويعرض نفسه لتلك الأماكن هو بلا شك وكأنه يقطع يحرق المراكب حتى لا يعود ولا يدري اذا عاد على اي حاله سيعود ومن سيجد فلا يعني يبع دينه واخرته دينه واخرته بمتاع من الدنيا زائف وبراق لو افاد احدا لافاد لا اهل تلك البلاد الذين مهما تطوروا في الحياه الاقتصاديه والتكنولوجيا وغيرها الا ان العامل الاسلامي والاخلاقي والوازع الديني ينبغي ان يقدم علي عندنا على كل تلك المظاهر. جزاكم الله خيرا على هذا التوضيح طويل الدكتور. بارك الله بكم جزاكم الله كل خير وانتم اعزائي المشاهدين اشكر لكم حسن متابعتكم. وعلى امل اللقاء بكم في حلقه جديده من برنامج فقه الثوره استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته